السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد، تحدثنا في لقاء مضى حول أهمية ذكر الله عز وجل في حياة العبد، وإن الإنسان في المرحلة الأولى اتصل بالله عز وجل، والعبادات هدفها ديمومة هذا الاتصال، هدف العبادة ديمومة هذا الاتصال حتى يزول عن العبد معنى الغفلة. طيب، بدأنا في الذكر وقلنا الذكر بيثمر حب وبيثمر أنس وبيثمر تيسير للطاعات إلى غير ذلك، وذكرنا أمس أمثلة على أذكار ضرورية جدا زي لا إله إلا الله، وقلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، وقلنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقلنا أستغفر الله. كل هذا اسمه ذكر مطلق، تقوله على قد ما تقدر، تقوله في 10 دقائق، ربع ساعة، 20 دقيقة، نص ساعة، كما تيسر. الإنسان اللي ملوش ذكر عليه العوض وخلاص. نعم بجد والله، هو ده المحك الرئيسي. وجرب، جرب كل يوم 20 دقيقة أو ربع ساعة ذكر، وقول لي إيه اللي حصل في حياتك كلها، كلها هتتغير. بس بعد أسبوع، بعد أسبوع في الدوام على ذلك. حبيت أخصص اليوم لذكر مخصوص وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان أيها الإخوة، لو كان لا قدر الله عرضة لمرض مزمن مؤلم سيعاني منه طول عمره، لكن الله تعالى من عليه بالمعافاة على يد طبيب حاذق مخلص. كم يدين ذلك المريض لذلكم الطبيب من الامتنان؟ لا شك إن هو هيبقى مدين له بحياته. وهل يلام هذا الإنسان اللي كان ممكن يكون مريض للأبد، هل يلام على أن يظل لسانه يلهج بالثناء على هذا الطبيب؟ لا طبعا، بل سيسارع في مكافأته بقدر الإمكان. إذا كان هذا حالك في من كان سببا في صلاح البدن، فكيف بمن كان سببا في صلاح الروح والبدن صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان هذا حالنا في من كان سببا في معافاتنا في الحياة الفانية، فكيف بمن كان سببا في معافاتنا في الحياة الباقية؟ لأن الله تعالى نجانا به صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور. ولذلك قال بعض أهل العلم: إذا تأمل العبد أن النبي صلى الله عليه وسلم سبب إخراجه من الظلمات إلى النور، علم أن سبب بقائه البقاء الأبدي في الآخرة هو النبي صلى الله عليه وسلم. فاستحق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن يحب أكثر من غيره، لكن الناس متفاوتون في استحضار ذلك والغفلة عنه. في ناس مؤمنة فعلا أوي، والمعنى وقر في قلوبهم جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله تعالى سببا في النجاة، ولذلك يعشقون النبي صلى الله عليه وسلم. والله في ناس عارفهم كل ما يقول النبي قال تلاقي عينه اتملت دموع. هي أرواح سبحان الله العظيم في الناس دول، أعرفهم شخصيا. لما يقول الرسول قال أو صلى الله كده من غير يعني، هو كان بيضحك قبلها بثواني، فما تعرفش أشياء عجيبة. فاوعى تستغرب من هذه الأحوال. المشكلة اللي احنا بنستغرب لأننا محرومين، هي دي المشكلة. ولذلك ما فيش حل إلا ربع ساعة تقعد تذكر فيها ربنا، ودي مش بدع. قعدوا يقولوا بدع حتى لما المشايخ ما عادوش بيذكروا ربنا، دي بلاء كبير. عدم ما احنا قلنا امبارح، مش عاوز نقعد نكرر لان بتنرفز، الحاجات اللي بتبقى ضد الدين بتنرفز منها. لما تتقال باسم الدين، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اذا قلت هذا الذكر 100 مرة
هتحصل 5 فوائد آخرهم لا يأتي أحد يوم القيامة أفضل منك إلا إنسان زاد على ما قلت، يبقى ده معناه إيش؟ هتقول 100 مرة دول إزاي يعني؟ هتقولهم في دقيقة؟ فللأسف دي سنن مهجورة، سنن مهجورة. الناس سبت الذكر، أصل السبحة بدعة ولا مش بدعة؟ يا عم اذكر إن شاء الله تذكر على الأسنان، بس اذكر ربنا عز وجل، هو ده الشاهد. احنا بنتكلم على ذكر هنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليش؟ إذا كان هو سبب نجاتك في الآخرة صلى الله عليه وسلم، أي إنسان في الدنيا مفطور على مكافأة من أحسن إليه. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا: من أتى إليكم معروفا فكافئوه. صح الحديث؟ حديث صحيح، من أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. طب النبي صلى الله عليه وسلم تكافئوا إزاي؟ ربنا اللي علمنا. الله عز وجل يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. العلماء قالوا الصلاة من الله معناها الثناء والتشريف والتكريم في الملأ الأعلى، مش زي صلاتنا. الصلاة من الملائكة استغفار، الصلاة منا دعاء وطلب للرفعة في شأنه صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن لما احنا بنقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، ده معناه ايه؟ معناه أننا نعترف أننا مدينون له بالفضل، لكننا لا نستطيع مجازاته ولا مكافأته، فنسأل الله أن يرفع قدره. دي معنى صلاتنا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم مش محتاج مني ولا منك دعاء، ولذلك الإمام العز بن عبد السلام أبدع في هذه النقطة، يقول: ليست صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة له، فإن مثلنا لا يشفع لمثله، ولكن الله أمرنا بمكافأة من أحسن إلينا، فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاء، فأرشدنا الله أن نطلب منه أن يجازي عنا نبينا يعلمنا أننا عاجزون عن مجازاته ومكافأته على إحسانه. فأنا لما أقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، بقول يا رب أنا عاجز عن مكافأة هذا النبي الكريم، لأنه منا ونعمة. أنت بتحمد ربنا: يا رب أنك أعطيتني رزق واسع، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ما دي أعظم منا، منة الإيمان. فإزاي أشكر الله عز وجل على هذه النعم؟ من وسائل الشكر أنك تقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشيخ محمد الغزالي الحديث يقول: عندما أصلي على محمد صلى الله عليه وسلم أشعر بأنني أزجي الثناء الحسن لمن يستحقه، وأنوه بالعبودية الصادقة لمن عاش حياته يرضي ربه ويجاهد في سبيله. وعندما أصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه المسلمين المرسلين أقف على أطلال ماض طويل كان رسل الله خلاله يكافحون الطواغيط ويخاصمون الجاهليات، وقد سال عرقهم ودمهم، إلى أن يقول وقيل بعد هذا العراك المرير: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وقيل أيضا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إنني عندما أصلي وأسلم على محمد صلى الله عليه وسلم أصل نفسي بأشرف ما في هذا الوجود. هو ده معنى صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم. بقدر حبك وتقديرك لإيمانك تكون صلاتك عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه سبب في وصول هذا الإيمان إليك. طيب لما أجي أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أقول إيش؟ وما ثواب ذلك؟ طبعا يكفي انك تقول اللهم صل على محمد وآله، بس اللي انا بقوله في الاذكار اللهم صل على محمد
وآله وسلم تسليما كثيرا. دي الصيغة أنا بقولها، وهي مستوحاة من كتاب الله عز وجل، لأن بحب أمشي حتى مع تعبيرات القرآن، لأن دي أعظم البركات. يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فحب تسليما دي تكون موجودة. فيمكن إنسان يقول اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، صيغة التشهد، صيغة من السلام، أو اللهم صل على محمد وآل محمد تنفع، أو اللهم صل على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أنا بقول دي اللهم صل على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، جمعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وفيها مفردات قرآنية. نعم طبعا سيدنا وتاج رؤوسنا، امال هتقول ايش؟ نعم. روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. احنا قلنا الصلاة من الله ايش؟ رحمة. انت هتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بتقول يا الله انا عاجز عن مكافأته، فارفع قدره في عليين لان انا مش قادر اكافئه. ده معنى الكلام، فيقوم ربنا عز وجل ينزل رحماته عليك. ولذلك لما ربنا يصلي عليك بمعنى الرحمة إيش اللي يحصل؟ الله عز وجل يقول: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. مش أنا قلت لك الذكر، الذكر هو سبب دخول هذه الأنوار إلى القلوب، بينظف. لو ذكرت ربنا كل يوم نص ساعة ولا ربع ساعة لمدة أسبوع أو شهر هتجد مشقة في المعصية، بس اصبر، بس هتجد مشقة في المعصية، بس هي عاوزة مجاهدة وعاوزة صدق، عاوزة مجاهدة وعاوزة صدق. خلينا نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله. So the khatira for this morning is a continuation of our discussion on the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. We mentioned 2 days ago that dhikr creates and sparks the love of Allah into your heart and makes the acts of worship a lot easier for us and makes you develop the intimacy for Allah subhanahu wa ta'ala. And we explained that in detail 2 days ago. And then we talked about how could that happen? What is the mechanism? Or what are the steps that I can apply in dhikr and it would lead to this type of spiritual feelings? And we talked about the conditions. And then we added yesterday few examples of dhikr that we should keep saying, because this is unlimited. You can say La ilaha illallah as many as you want. You can say La hawla wa la quwwata illa billah. You can say Astaghfirullah. You can say La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. And today, as I said yesterday, we'll dedicate today to saying salam to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So let me ask you in the beginning. Imagine someone, God forbid, was about to suffer from a big chronic disease. And Allah subhanahu wa ta'ala blessed him by having a good skilled doctor who saved him from all of that trouble. How much would that person who was potentially, who could have been potentially subject to chronic diseases, how much he would be grateful to that doctor? Of course, he owes him his life. And if that person keeps praising that doctor forever, no one will be surprised. If this is physically true, it's also spiritually true. If you would praise someone for saving you from a disease, from a physical illness, what would you say about someone who saved you from eternal punishment, eternal عذاب in the akhirah? The Prophet sallallahu alaihi wasallam, if we really admire our faith and value our faith, the Prophet was the means through which Allah subhanahu wa ta'ala guided us.
And Allah described the Prophet sallallahu alaihi wasallam as a blessing, as a gift. لقد من الله على المؤمنين. Allah showed His favor on the believers as He sent His Prophet for them, a messenger from them. So the Prophet is a minna, is a pure gift from Allah to you, through which you got iman and through which you will be saved in the akhirah. So if you value your iman, you will value the means through which you received that iman, and you will be very grateful to that means. That's why we owe the Prophet ﷺ our eternal life. And based on how much you really believe in this, your admiration for the Prophet ﷺ will be. The Prophet ﷺ taught us, anyone who does you a favor, reward them. If you cannot reward them, then pray for them. So if you really feel indebted to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and you feel absolutely grateful to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because no one did you any greater favor than what he did for you sallallahu alaihi wasallam, how would you compensate him sallallahu alaihi wasallam for what he did? We can't, basically. But Allah subhanahu wa ta'ala showed us the way to do so. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, هو الذي يصلي عليكم إن الله وملائكته يصلون على النبي. Indeed, Allah and His angels do their salah for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. O you who believe, do your salah on the Prophet as well. Of course, salah from Allah is absolutely different from salah from the angels, from salah from us. When Allah does salah on a person, it means that Allah is showering His mercy on that person. When the angels do salah on a person, they are seeking forgiveness for that person. When we are doing salah for a person, we're praying for that person, asking for elevation and great honors for that person. This is the meaning of these three different salah. That is why in the Quran, there is an ayah that says, Allah makes salah on the believers. And it means Allah shows His mercy on them. It does not mean salah like salah in the way we do. That's absolutely crazy. So Allah subhanahu wa ta'ala says, هُوَ الَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ. It is He, Allah, and His angels who offer salah for you. Again, it's really hard to translate. But again, Allah sends His mercy on you, and the angels seek forgiveness for you. That is the salah. So that Allah subhanahu wa ta'ala says, this salah is done by Allah and the angels so that Allah would turn you from darkness into light. So again, we're doing salah for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. When we say Allahumma salli ala Muhammad, what does that mean? It means, O Allah, we are unable to compensate the Prophet sallallahu alaihi wasallam and give him his due rights, so elevate his mention in the akhirah, elevate his status in the akhirah. This is the meaning of our salah for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Our salah is not a dua in the form of intercession for the Prophet. Imam al-Izz ibn Abd al-Salam said, your salah for the Prophet is not an intercession for him, because someone like you cannot make an intercession for someone like him, sallallahu alaihi wasallam. He said, but the whole story is, Allah commanded us to compensate those who are doing us favors, and if we are not able, then we should make a dua for them. We should have a great wish for them. And Allah commanded us to say in this form, to indicate that we are unable to reward him, sallallahu alaihi wasallam. And that is why we ask Allah to elevate His mention in the Akhirah. This is the meaning of our salah for the Prophet. So if you're saying, La ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, in recognition of your worship for Allah, then you say, Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, as an expression of gratitude to the Prophet, sallallahu alayhi wa sallam. You're worshipping Allah because He guided you to iman, so you have to
express your gratitude that Allah sent His Prophet as an expression of valuing that iman. So you cannot separate these two. And when we're saying Allahumma salli ala Muhammad, we're not worshipping the Prophet. We're saying Allahumma, oh Allah, do this for the Prophet. Iman is something great that we honor. And because this iman was brought by the Prophet ﷺ, so elevate the status of that great Prophet in the highest assembly. I am saying this because I am a grateful servant. And for as much as you love Allah subhanahu wa ta'ala, you will be grateful for this blessing. That is why the Prophet ﷺ was commanded in the Quran to say, if you truly love Allah, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي, follow me and Allah will love you. You cannot separate these two. Allah is the source of guidance, but He made the Prophet ﷺ the means through which you receive that guidance. So you turn to the source in worship and you turn to the means in gratitude. And all of this are expressions of faith directed towards who? Towards Allah in the first place. So be grateful, and when you're grateful, Allah subhanahu wa ta'ala will recognize that. And as the ayah says, لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, He will turn you from darkness into light. Why? Because you're seeking Him genuinely. If you're seeking Allah genuinely, He will give you the gift of guidance. Guidance is a gift. You should work on qualifying yourself to receive that gift. Guidance is not you're smart, you got it. No, you could have great knowledge and you're zero in your relationship with Allah. And you could be memorizing few ahadith and few ayat that makes you understand Islam, and you're a wali of Allah subhanahu wa ta'ala. So do not deprive yourself of these great blessings and these great moments of dhikr. And inshallah, tomorrow we'll move to either salah or dua as a means of maintaining the connection with Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa jazakumullahu khairan.